أخبار يا فاضية؟ أنا بقول لمواليد برج الحمل، في عندكم تطورات جديدة بحياتكم كلها. كيف الواحد بتنقلب حياته رأسا على عقب؟ كيف الواحد بقول أنا حياتي تغيرت؟ كيف الواحد بقول قديش كنتوا أنتم مواليد برج الحمل عم بتعانوا ماديا، وعم بتعانوا بعلاقاتكم العاطفية، وعم بتعانوا بعلاقاتكم الزوجية، وعم بتعانوا بعلاقاتكم ببيتكم؟ كل الأمور كلها بدها تصير يعني إلى الوراء، مثل ما بنقول إلى الوراء لا عودة. هيدي الورقة تدل على التحقيق، مثل ما بنقول مش النجاح، ولا بدي أقول النصر، لا بدي أقول تحقيق. مثلا الكلمة مش عم تطلع معي اللي بدي قلها اياها، اللي بدي لكم اياها مواليد برج الحمل، ايه كبسوا مواليد برج الحمل، مش عم شوف تكبيسات، بدي اشوف تكبيسات على اللايف. القمة هذه هي ذروة القمة، تصالوا يعني للجنة، هذه هي كأنه حياتكم بدها تتغير بعلاقاتكم، بتطورات العمل، ببيتك، كأنك بدك تبني شيء برا برا، حتى برا، كأنه مواليد برج الحمل عم بيفكروا بتغيير حياتهم برا، يعني برا بلدهم، عم بيفكروا بشيء، عالمهم كله بده يتغير، بده ينفتحوا على العالم. فهيدي الورقة تدل على تحقيق أمنيات، تحقيق أماني، تحقيق سفر، تحقيق نجاح، تحقيق قيادة، قائد بكل معنى من كلمة. يا الله يا الله على هالورقة لمولود برج الحمل. بدكم تنجموا، بدكم تكونوا مشهورين، بدكم تكون سمعتكم على كل لسان، في زواج لمواليد برج الحمل، في خطوبة. مواليد برج الحمل يمكن في عندك تعامل مع أبراج مائية أو ترابية. يعني المائية أو ترابية، شو المائية؟ مائية الأبراج المائية. الله، اللي هي ببالهم. ايه والله، امين يا رب. المائية يعني سرطان، عقرب، حوت، ترابية، شي يعني الثور، العذراء، برج الجدي. في تطورات رائعة، ولكن انا بقول هيدي الفترة فترة رائعة لمولود برج الحمل بكل التطورات. العلاقات يلي انا شايفه يلي هن بخلاف مع الحبيب، او في كان في طلاق، او كان في مثل فسخ علاقات، في رجوع لمواليد برج الحمل، في فرحه، في حب، في استقرار. مولود برج الحمل حتى ماليا بدك تكون ناصح، ماليا ناصح يعني بدك تستقطب المال. شوفوا هيدا وين هو هيدا العصفور الصغير، لك كيف عم ببشركم بخبرية حلوة. يمكن أحد المقربين بده يخبرك خبرية حلوة، يمكن محامي، يمكن حدا بيجمعك بينك وبين شخص. شفتوا هذا الخبر العصفور الصغير؟ فأنا بدي أقول لمواليد برج الحمل في عندهم تطورات جيدة، ويمكن البعض في عندهم دراسات بدهم ينجحوا فيها، حتى بالدراسة. ليالي أهلا وسهلا، حتى بالدراسات بدهم يبرعوا. فمواليد برج الحمل، أنا مثل ما شايفة أوراقكم، أوراق رائعة، الحمد لله ما طلعت ولا ورقة بشعة ولا ورقة سلبية اليوم لمولود برج الحمل. طاقتكم كتير قوية، وخطواتكم مثل ما عم تخطوا خطواتكم، ربي يسمع منك عمرك، كل خطوة عم تخطوها، كل خطوة عم تخطوها، عم تعرفوا بهيدي الفترة. هيدي الفترة ما عم تتهوروا، هيدي الفترة مواليد برج الحمل عم يخطوا خطواتهم بدقة، بحرفية تامة، وهلأ رايقين. ما هيك؟ هيدا مولود برج الحمل للفترة القادمة كيف عم بيكون. وأصلا مواليد برج الحمل بدي أقولكم يعني فلكيا الأبراج غدا رائعة،
مولود برج الحمل بكرة أموره بتجنن، لأنه القمر بيكون ببرج الأسد، رح يدخل على برج الأسد الساعة 10:30 بتوقيت بيروت. تلقائيا مواليد برج الحمل، أنا بقول لك إنك أنت سوف تعد من الأبراج المحظوظة كتير، في عندك فرص مالية واستحقاقات مالية بدك تاخدها، بدها تعود لإلك. وكمان مولود برج الحمل، يسعد قلبك يا ليالي، كمان مواليد برج الحمل رح بيكون في عندكم تطورات إيجابية بحياتك بالعاطفية وببيتك، في استقرار بكرة، في دفى، في حب، في تعاطف، حتى يمكن تحصل على هدية مولود برج الحمل. ومواليد برج الحمل نهارك بيكون ولا أحلى من هيك، تتسارع الأحداث بشكل كبير نحو الأفضل، والأخبار المطمئنة والحلوة رح بتطالك، نقاشاتك، مبادراتك، اجتماعاتك كلها بتكون مجدية مواليد برج الحمل، والكل بأيدك وبيعمل لك حساب وبيبصم لك بالعشرة مولود برج الحمل. القمر بالأسد بيفتح لك بواب كانت مسكرة، وبخليك تكون قائد وزعيم بالتطورات اللي بدها تصير معك مولود برج الحمل. فكرمال هيك أنا بقول لك يمكن يكون في لقاءات مشجعة ومبشرة بالخير على كافة الأصعدة، ولكن المال سوف يكون من نصيبك كمان، ما هيك؟ هذا هو الحمل. فادية ليالي زعماء مواليد برج الحمل، أنا بحب كبير لإلكم، كفو منكم والله والله كفو. يلي عنده سؤال لمولود برج الحمل تفضلوا. برج الجوزاء حب، تكرم عينك. يلا بس نشوف إذا في حدا عنده سؤالات لمواليد برج الحمل. إيه في ارتباط، نعم أنا قلت إنه في ارتباط. يا ليالي يسعد قلبك يا ليالي، في ارتباط أكيد. الحمل عن العمل، هلأ قلت في عندكم أعمال كتير، نعم في رجوع لبرج الحمل. برج الحمل أنثى، في خطوبة قريبة، فدوى، نعم في خطوبة لمواليد برج الحمل. عاطفيا هيدي الفترة في عودات وفي زواج، وهذه الفترة مناسبة للمصالحات، مناسبة للخطوبة، لعقد القران، لهول الأمور كلها لإلكم. كبسوا يا جماعة الخير، تكبيسات تشيرات على اللايف، تكبيس تشير على اللايف بليز. يلا رح ننتقل لبرج الجوزاء. يلا مواليد برج الجوزاء تكبيس تشير على اللايف. يلا جوزائي، هيدا الجوزاء، يلا جوزاء، كبسوا وشيروا بليز. هيدي ما لازم احطها هون لانه ما بقعد بقشع على التعليقات، هيك منيح باينين، هيك هيك منيح. اوكي كبسوا وشيروا بليز. أنا في فك، شو ما تسألوني في فك بلوك وفي فك بدري شو، هدول الأمور بتكون تطولوا بالكم علي فيها، يعني هولي ما في فك بلوك. يعني إذا بيقولوا لي في فك بلوك لبرج الجوزاء، مين برج الجوزاء بده يفك البلوك؟ تعرفوا كم واحد في الجوزاء؟ تعرفوا كم واحد؟ أريج يسعد لي مساكي يا قلبي، اشتقت لك، أنا اشتقت لك، اشتقت لك كتير 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 كتير. يلا يا جماعة، يلا جوزائية، خلوا طاقتكم مع رولا ليالي. هيدا اللايف هون تعموا من هيدي من البارفان، فاتحة لايفين، حاطلكم هدية صغيرة. يلا يا جماعة، يلا قولوا يا رب مواليد برج الجوزاء خلوا طاقتكم مع رولا، خلوا الطاقة مع رولا، وشدوا الهمة يا شباب، شدوا الهمة يا حلوين، شدوا يا صبايا يا شباب، قولوا يا رب خلوا الطاقة مع رولا، يا رب يا رب.
مولود برج الجوزاء كأنه في عنده شيء عم يشتغل عليه، قضية أو شريعة بينه وبين شخص، شريعة بينه وبين شخص، أو مهمة عملية، يعني مسألة عملية، كأنه عم يشتغل على أمر معين مولود برج الجوزاء، ولكن في مفارق طرق، في مفارق طرق، بس هو ما في أذكى منه. بده صحيح صحيح العين عليه، وبدهم يشوفوا شو التطورات اللي بلاقوا العين كيف عليه، بدهم يشوفوا هو وشخص في شيء بينه وبين شخص تاني، أو قضية قضائية، أو مسألة يمكن بالعمل، أو مسألة عائلية. وكأنه مولود برج الجوزاء منه خايف من شيء، هذا اللي بتقوله، منه خايف من شيء لأنه ما بخاف من شيء. وطلعت لكم ورقتكم الجوزاء حبيبات قلبي، منكن خايفين، هيدي الفترة كتير قوية، كتير قوية. منك خايف لأنك متسلح بذكاء بهيدي الفترة، وعم تعرف كيف تدير أمورك، وكأنه في حب واقف حدك، أو شخص بحبك، أو شخص بيرد لك. نفسي يصير صلح بأقرب وقت حبيبة قلبي يا فاضية. أمين يا رب يا عمري. فاضية حبيبتي، ما قلت لك يا عمري، حكيني حكيني على ما عاد شفت السناب تبعك قد ما عندي كتير، رجعي حكيني، ما عم بلاقيكي. اوكي مواليد، خلص رح احكي انا وياكي اتصال من دون شي. مواليد برج الليالي، في عندكم حب جديد بحياتكم، في شخص اللي هو قلبه خالي في عندهم ارتباط، وكأنه في اللي هن عندهم حب في دعم من الحبيب من الزوج، وكأنه عم بتحكوا له أخباركم، عم بتوسعوا مثل ما بنقول دائرة ال لحظة لا وقفها، عم بتوسعوا الدائرة الحوارية بينك وبين الحبيب. هيدي ورقتكم، هيدي الورقة يلي حبيبتي يا فادية، هيدي الورقة يلي من أجمل الوراق للتفاهم، للتصالح، للارتباط، للعقود، للتجارة، للقضايا. أي قضية عندكم إياها أنتم بدكم تصنعوا، ليكو كيف ماسكين كل الأعداء بإيديكم، كل الأعداء والسيوف واللي عم تتعرضوا لها ما فرقانه معكم، بقى مسكتوهم لقطوهم، كأنه هول اللي كانوا خانقينكم تعوا لهون، ما بقى في حدا بده. كفو يا سبادية، ما بقى حدا بده لمولود برج الجوزاء يعني انه ليكو كيف مسكتوهم بإيديكم هيك، ما فرقانه معكم. هدول السيوف، هدول اللي ناس يلي عم تدمر لكم السوق، هدول الناس يلي واقفة كانت بطريقكم، اللي عندهم نميمة عليكم. مواليد برج الجوزاء في نميمة، في نميمة عليكم، فكرمال هيك مواليد برج الجوزاء بقلكم هون، انتو بتقولوا لهم انتو صرتوا هالقد بايدينا كلياتكم، وفي اثنين بعدهم بعاد عنكم، شخصين مواليد برج الجوزاء ابعاد عنكم، ما عم بيطلوكم، يعني عم بيجربوا يأذوكم، ما عم يقدروا يطلوكم لأنكم محصنين حالكم، شاطرين، قوية، ما في أقوى منكم حبيبات القلب. مواليد برج الجوزاء، الله أكبر على مولود برج الجوزاء. ليك في كأنه مولود برج الجوزاء ملك، ملك، ما في مجال، مثل كأنه يمتلك القوة هلا والحصانة، وكأنه في تحقيق شيء بالمال، في شيء مالي بدك تحصل عليه. مولود أستي، ويني بدي أقول برج القوس لأستي، ما بعرف إذا بعدها موجودة، ما تفلي يا أستي، أو إذا موجودة يعطيني إشارة. في لمولود برج القوس عز، مش القوس عفوا، الجوزاء عز واستقرار وتحقيق أمنية، نجاح، عقود،
اوكي، هون الامور كلها بتطالك. يسعد قلبك يا فاتو، هون الامور كلها بتطالك يا مولود برج الجوزاء، هون الامور كلها بتطالك. انت بدك تقول انا اخذت حقي، يمكن ترقيه عندك، يمكن زياده على المعاش، يمكن منصب ناطره هالمنصب لحتى تحصل عليه. هيدا هو مولود برج الجوزاء. يسعد قلبك يا جوزاء، شو هالوراق الحلوة هاي؟ ولك شو بكن؟ ولك خلوا شي لغيركن جوزائية. تعرفوا كيف عم بتفكروا بهيدي الفترة؟ كيف الإنسان اللي عنده خبرة كتير بالحياة بيكون كبير بالعمر وبيقول اللي بيقوله خدوا الخبر من الكبر من الكبار، هيك انت ما عم تتسرع ابدا، عم بتكون واعي وعم بتكون ملك بكل معنى من كلمة، بتصرفاتك، بعطاءاتك، بعلاقاتك العاطفية، بعلاقاتك مع زملائك بالعمل، ببيتك، عم تعرف تقود أمورك بطريقة حرفية ومنك بحاجة لنصايح. هن اللي عم بيجي يستشيروك إذا في شي بالشغل، هن بيجي بيستشيروك لإلك لأنك أنت ذكي، ذكي مولود برج الجوزاء. إذا في للبد من مواليد برج الجوزاء بده ياخد قرار، عم يعرف ياخد قراره، مثل كأنه بيقول أنا وصلت للي بدي إياه. فهيدا ملك، الملك القائد، أوكي، إمبراطورية مواليد برج الجوزاء. أنا اللي شايفته أموركم رائعة، حلوين مواليد برج الجوزاء، متألقين ورائعين. رح نقول برج الجوزاء فلكيا بكرة كيف بده يكون، أوكي ماشي. مواليد برج الجوزاء شو رأيكم؟ حبيتوا ورقاتكم ولا ورقاتكم بتجنن؟ فلكيا بكرة مواليد برج الجوزاء، أنا بقلكم إن كأنك أنت غدا مليء بالحركة، مليء بالحماسة، مليء بالنشاط، وكأنه مولود برج الجوزاء هالقمر يلي بده يكون ببرج الأسد بخليه مندفع إلى الأمام، وأي باب مسكر بوجهه بده يقتحم كل الأبواب، وبده يكون عنده فرص كتير كبيرة، لأنك أنت السعادة غدا مولود برج الجوزاء. ودقيت قلبك بدها تتسارع من ورا شو؟ من ورا مفاجآت، من ورا أخبار مطمئنة. البعض يمكن عنده تنقلات كتير، ويمكن البعض عم بجهز حاله لسفر، ويمكن يكون عنده حوارات حلوة مع الحبيب أو مع الزوج، ومن ناحية تانية رغباتك كتيرة وبده مين يلبي لك إياها. وجمالك بكرة أكيد بده يكون طاغي مولود برج الجوزاء، والمحبة والدعم والتعاطف واعدين معك. وكمان مولود برج الجوزاء بدي اقول لك انه في فرحه لولد، يمكن ولدك عنده نجاح، يمكن عم ببشرك بخبريه حلوه، يمكن عنده سفر ولدك، يمكن عيد ميلاد لولد، في فرحه لولد من اولادكم او اخواتكم او اولاد اقارب الاقارب الاقارب. يا الله على الجوزاء الجوزاء الجوزاء، كان بدي سوسو تكون هون. هيدا هو الجوزاء، اوكي. يلي عنده اسئله لبرج الجوزاء، يلي عنده اسئله لبرج يا سوسو يسعد قلبك. رح ارجع عيد ورق برج الجوزاء، الورق موجودين، رح ارجع عيد ورق برج الجوزاء لسوسو حبيبه قلبي. لا انا بعيط لها هيك سوسو حبيبة قلبي، نفس الورقة اللي طلعت هديك المرة، عندكم قضية عم تشتغلوا عليها ما معقول، والعين عليكم. يمكن قضية قضائية، قضية بخصوص شغل، يمكن قضية مسألة عائلية، يعني الأمور كلها ييتا لمواليد برج الجوزاء، انتوا على مفارق طرق. والورقة اللي طلعت بيلا هي هيدي الورقة، ورقتكم، ورقة برج الجوزاء. يعني أنا بقول أي شيء أنت عم تشتغل عليه، بأي قضية، بأي مسألة، بأي إطار، أنت رح تحقق النجاح،
ورح بكون في عندك ناس واقفين حدك عم بيدعموك، وبعض مواليد برج الجوزاء يمكن يكون عندهم حب جديد، لقاء عاطفي بجنن، تطورات كلها إيجابية بخصوص علاقاتك كافة كافة. من ناحية تانية، الأشواك اللي كانت عم بتطالك والناس اللي عم تدمر لك السوق، صرت هيك مسكة بهيك أصابيعك اتنين وبتقول ما فرقانة معي بقى، يعني كمشت كل الناس اللي هي عم تعمل نميمة عليك، وفي ناس بعدهم عينن عليك وبدهم يجربوا ياخدوا منك شيء أو يأذوك، بس بعاد ما رح يقدروا عليك مولود برج الجوزاء. من ناحية تانية، هيدا هو الاستقرار، هيدا هو التملك، هيدا هو الهيبة، هيدا هو النصر والنجاح، وكأنه في عندك تحقيق منصب مال بدك تحصل عليه، إدارة أموالك عم تعرف تديرها. مواليد برج الجوزاء أمورك كلها رائعة، وقلت بهيدي الفترة إنكم أنتو كأنكم كيف الواحد بكون صار كهل، يعني كبير بالعمر وقادر يدير أموره، واعيين، عم بتكون واعي، عم بتكون ملك بحضورك بتصرفك بكلامك، الوعود اللي عم تعطيها للناس أو الاستشارات أو النصايح عم بتكون بمحلها. منك بحاجة مولود برج الجوزاء لاستشارات، ولا بحاجة لناس تاخد منها نصيحة، لأنك أنت بهيدي الفترة الناس هي اللي عم تاخد نصايح منك، وهي اللي عم تلحقك مولود برج الجوزاء بكل حياتك كيف انفبركة. فكرمال هيك مواليد برج الجوزاء، أنا بقلكن أنتو ملوك، ملوك على العرش. هيدي فترة مقدمة إلى الأمام، رائع. هيدا اللي عم بيسأل إذا في سفر، نعم في سفر لمواليد برج، كلامك صحيح أحبك من المغرب، شكرا لك. هل عنده حمل جوزاء؟ نعم، الفترة القادمة بده يكون في عنده حمل، والفترة القادمة بعد كم يوم رح أحكي عن انتقال كوكب الزهرة إلى برج الميزان، وشو بده يأثر على كافة الأصعدة. بدنا نشتك بسيت، بدنا ننتقل لبرج القوس. وقلت رح أرجع عيد برج الجوزاء فلكيا غدا مليء بالحركة بالنشاط بالهمة بالسفر، كأنه عندك تنقلات كتير، كأنه عم بتجهز حالك مولود برج الجوزاء لسفر، ووجود القمر بيرفعك إلى العلا، والأبواب رح تفتح والفرص رح بتكون متاحة لإلك على كافة الأصعدة بأي اتجاه، ولكن دقات قلبك رح تتسارع أكتر وأكتر بلقاء حبيب، بخبر ممتع، بيمكن فرحة ولد أو فرحة خبر بخص خي أو ابن أخت أو يعني أو ابن خي. هول أمور رائعة، وجمالك بكرة طاغي، وأنا بقلك بكرة بتبرعوا بالشراء بالبيع بالأحاديث، وأنت تمتلك كل المعطيات غدا لتكون من أقوى الأبراج. تكلمي أكثر عن الحمل، شو بدك افتح لك تارو لإلك يا فاديا؟ ايه فاديا، بدك افتح لك تارو لإلك، شو رأيك؟ اوكي فاديا، بشكل عام. طيب خلونا نقول بشكل عام مش تارو، حكي بس، في مرة بس برج القوس قبل فاديا، خليني مرة برج القوس، خليكي معي خليني مرة برج القوس وبرجع بنتقل للحمل مرة تانية، تكرم عيني. كبسوا يا جماعة وشايروا. غزال، أهلا وسهلا بالغزال. والغزالة ريئة للناس الدنيا فيئة. خلوني مرق بس برج القوس. أستي بعدك موجودة؟ أستي، هنشوف أستي إذا موجودة. خليكي معي يا قلبي. أستي موجودة؟
اوكي يلا رح ننتقل لبرج القوس. كتبوا تيك توكيت على اللايف، خلوا اللايف يعلى وخلوا دعموا من الهدف يا جماعة، دعموا من الهدف. هيدا الهدف هون 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 هون، في عندكم البرفة، كبوا من البرفة. العطر كفسوا يا جماعة. مواليد برج القوس، غزال برج الأسد، ما هيك؟ مش هيك يا غزال ولا لا؟ محارب قديم أستي حبيبة قلبي. مبارب إذا بلا غزال. إيه اشتقتلك، صار لي زمان ما شفتك حبيبتي. يلا خليكي معي، خليكي معي، فاتحة لايفين لأن عم لحق عتني. لك اشتقتلك كتير. شو أخبارك يا عمري؟ منيحة منيحة. يلا خليكي معي حبيبة قلبي، حبيبة قلبي نورتي، خليكي معي قلبي ما تزهقي. إيه؟ يلا بدنا نقول برج القوس، بدنا نشوف مواليد برج القوس شو في عندهم بهيدي الفترة. قولوا يا رب مواليد برج القوس. خليكي معي يا عمري انت، خليكي. برج القوس بكرة نهارك بجنن، رح نفتح تارو لبرج الأسد. يا فادو برج القوس قولوا يا رب الله 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 على حبك الله. ليكم أحلي برج القوس، ليكم مثل كأنه صار عنده شيء بده يصير، في عنده شيء بده يتحقق، بقول يا رب كتر خيرك على هالنعمة. ليكم كيف رافع راسه لفوق، بقول يا رب كتر خيرك على هالنعمة. في انفراج بده يقول يا رب بشكرك، بشكرك على هالنعمة اللي زودتني فيها أو اللي عطيتني إياها. في عنده شكر لربه، في عنده اكتفاء بالذات، في عنده تطورات إيجابية رائعة. مواليد برج ال، في عندك نصرة حلوة كتير مولود برج ال، يعني يمكن يكون عندك تصحيح بعلاقة، تصحيح بعلاقة، يا علاقة عاطفية يا علاقة زوجية، ناس عم تسعى لإلك، يا علاقة صداقة، علاقة حب، علاقة زميلة، يا تحقيق أمر معين ماليا. مواليد برج القوس، أنا اللي بدي أقولكم إياه إنه هيدي الفترة مثل كأنك صحيح أنت معاكس، بس ما في شي عم بهزك، عم بتكون قوي. هيدا اللي بدي أقولك إياه. فلكيا أنت عندك معاكسات، بس البعض منكم قوية، عم تبرموا ظهركم لناس كتير، وعم بتزيحوا ناس من طريقكم، وما فرقاني معك بقى مين بيرضى مين بيزعل، لأنك أنت بدك راحتك، لأنك تعبت من 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 التنازلات، تعبت من العطاءات اللي عم تعطيها مولود برج مولود برج القوس، تعبته. هلأ عم تدير ظهرك ما خلاص، إنه أنت مولود برج القوس، طب أنا عم بقدم وعم بعطي وعم بسير وهيدا خلاص. أنت معتبر حالك إنك أنت الصح، وانت الصح. صحيح صراحتك اوقات بتوديك بمتاهات لانك بتعرف تملحس، كانك ارتحت، بتقول انا خلصت من هيدا من شيء معين وبدك ترتاح. مولود برج القوس عم تبني شجره جديده بحياتك، شجره ماليه يعني عمل جديد، عندك تطور جديد بحياتك العمليه والماليه. مواليد برج القوس بدك تبني، بدك تبني، بدك تزرع شيء. أنا بقول لمواليد برج القوس شو ما بدكن تبنوا بالمال، أو عم بتخططوا لإنجاز جديد مالي أو لمشروع أو لأي شيء، بدك تاخد حقك، حتى بدك تاخد حقك بالإرس. هيدي شجرة الإرس كمان، يعني إذا في عندكم، عفوا، إذا في عندك إرس بده يقسم أو حدا أخذ لك حقك، بدك تاخد حقك. مولود برج القوس يسعد قلبك، مولود برج القوس والله ورقك بجنن. ايه كفى بقى مواليد برج القوس بدك تنجي، ما بعرف كأنه في عندك مثل كيف قلبك بيقول، شو هالقلب اللي عم قدي عم بيخفق قلبي بهيدا النهار او بهالايامات. ليكم هيدي ستار يلي بدها تحطها نشان على صدرك، وبتقول انا حققت،
بتقول للكل شوفوا شو عملت، عندك نجاح كتير مميز، عندك نجمك بده يسطع، يعني أسهمك بدها ترتفع، وكلمتك بدها تصير على اسمك بده يصير على كل لسان، وسمعتك بدها تكون بالعلالة في نجومية، كأنه بدك تحقق شيء معين بحياتك. يعني رولا نمشي على الورق ولا الفلك؟ الفلك معاكس. لا هلا بكره الفلك بجنن. هلا انا بدي اقول لك شغله يا حبيبات القلب، هيدا الورق، هيدا الورق لبرج القوس رائع. انا عم بقول لكم انه اموركم رائعه، ما عم بقول لك شيء انا غلط، ما عم بقول لك شيء غلط، هيدا الورق رائع لكم، في تطورات جديده بحياتكم بدها تصير. فكرمال هيك مواليد برج القوس انا بقول الامور كلها لصالحك بهيدي الفتره، في تطورات ايجابيه وفي معطيات حلوه وفي كشف امور، في شيء بدك تكشفه انت مولود ليكو. يعني كيف الواحد حدسه، عندك حدس، عندك حدس قوي بدك تكشف هيدا الحدس كل الامور. يعني مواليد برج القوس الامور رائعه لكم، اما فلكيا مواليد برج القوس انتم بالنسبه لبكره بدكم تكونوا من الابراج المحظوظه كتير، ولانه لكم يومين مرتاحين لانه القمر بالسرطان بيعطيك هيك مبادرات جديده، ولكن غدا كانه عندك عم تفكر بسفر مولود برج القوس، كأنه مولود برج القوس عندك انطلاقة صاروخية بتواصلك مع الأصدقاء، بتواصلك مع الأقرباء، بتواصلك مع ناس بعيدة عنك، يعني هن بغير بلد، يمكن في تحسين بكافة أمورك على أي صعيد، وبكرة في عندك جمالك بده يتضوى عليه، جاذبيتك طاغية. هاليومين في عندك تهاني، في تهاني، في تطورات جديدة وفي عقود جديدة. مالياً بدأ يكون في عندك مكاسب مالية وطاقتك كتير قوية، وعم تشتغل من قلب قلبك، والنجاح والتسيير والتألق من نصيبك، الأخبار الحلوة بتكون بانتظارك. أبشر مولود برج القوس، وكسب الأموال أكيد، بعدني مصر أنه في عندك كسب أموال مولود برج القوس أو حوالي مالية، في عندكم حوالات مالية مواليد برج القوس. أما بالدراسات بتكون تبدعوا بكرة، اللي عنده دراسات أو اللي عنده بحث علمي. هيدا مولود برج القوس، أبشروا. وننتقل إلى برج، يلا يا جميع خلوكن معنا، يلا وينو الحمل، وينو الحمل، الحمل 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 الحمل، بدنا نقول برج الأسد كمان، الحمل الحمل الحمل. خلوكم معي بس دقيقة يا جماعة، بدي أرجع أقول برج الأسد، بس دقيقة، بس بدي أشوف التكبيسات أكتر على اللايف. الحمل بدي أحكي عن مولود برج الحمل أمور بس جديدة، يلي هي التطورات اللي بدها تصير بدخول كوكب الزهرة إلى برج الميزان. كرميل فاديا يا ألطافي اشتقت لك، كرميل كرميل فاديا. أوكي الزهرة قربت توصل لبرج الميزان، شو بدها تأثر على برج الميزان وشو بدها تعطي معطيات جديدة، شو بدها تأثر على برج الحمل دخولها لبرج الميزان. أنا بدي أقول لمواليد برج الحمل التطورات كلها بدها تكون إيجابية، بدهم ياخدوا حقهم مولود برج الحمل بكافة علاقاتهم وبكافة شركائهم بحياتهم. وكتير بهيدي الفترة مواليد برج الحمل رح يكون في عندهم مكاسب مالية ومصالحات على أنواعها، مصالحات، لأنه هيدي الزهرة بتقرب مثل ما منقول الأحبة، بتقرب الشركاء، بتعمل مصالحات لكل يعني هذا منقوله كوكب الجمال وكوكب الحب
وكوكب التفاهم وكوكب الحظ والمال وكوكب السعد الأصغر. فاللي عنده خلاف بينه وبين أحد المقربين بصير فيه مصالحات. يلي مختلف هو وخيه، يلي مختلف هو واخته، يلي مختلف هو والحبيب، يلي مختلف هو والزوج، يلي مختلفين وفي قضايا قضائية. في ناس ياما بكونوا مطلقين وهيدي الزهرة بس تكون ببرج الميزان بيعودوا، لأنه الخلافات وقت البطالون بكون من وراء المعاكسات الفلكية. بس أنا اللي بدي أقول مولود برج الحمل هيدي فترة ذهبية لإلك من ناحية العمل، رح يكون عندك شراكات جديدة بالعمل وعقود جديدة بالعمل ومكاسب مالية كتير كبيرة مولود برج الحمل. من ناحية تانية مواليد برج الحمل أنا بقولكم هيدي فترة ذهب للارتباط، للزواج، لعقد الكيران، لتصحيح العلاقات، لعودة علاقات مواليد برج الحمل. بدي أقول شغلة كمان يلي هي مواليد برج الحمل، بدي أقولكم أنه كرمال فاديا ما عم بتأثر معي أبدا، كل مرة بتدخل لعندي في عندكم تغييرات جذرية كمان بكوكب بلوتو يلي بده يكون بسنة 2024، بده يستقر ببرج الدلو وبده يقعد ببرج الدلو لمدة 20 سنة، والتغييرات بدها تكون كتير قوية لألكم، وانت بدك تستفيد منه كتير مولود برج الدلو بشهرة. ويعني على مدار 20 سنة بده يكون في عندك تطورات كتير، بده يكون في عندك شهرة، بده يكون في عندك أسهمك بدها ترتفع وشعبيتك بدها تكبر وبدك تلاقي الدعم وأمنياتك وتطوراتك الحياتية كلها بدها تكون حلوة وسفرياتك بدها تكون كتير، وفي دعم بده يكون عندك صداقات جديدة. هالصداقات بدها تفتح لك مجالات ل يساعدوك بأمر معين، تصحيح علاقات، عودة علاقات، مصالحات للبعض، والمشاريع والاستثمارات والمال بدها تسطع أكتر. ومن ناحية تانية مولود برج الحمل أنا بقول رح بيكون في عندك دراسات جديدة وتوقيع جديدة، وبدكن تفتحوا يمكن جمعيات البعض منكم، جمعيات أو بده يدخل بجمعية أو عضوية معينة مولود برج الحمل. فهيدي بس مختصرة، هيدا هو مولود برج الحمل بس كرمال فادو. رح ننتقل لبرج الأسد. حبيبة قلبي يا فاتيا، غزالة بعدك موجودة؟ يلا حبيبة قلبي، معلش يا جماعة فاتحة لايفين، يعني عم نجرب نلحق على اللايفين. ورح نقول برج الأسد ليوم، رح نقول فلكيا ليوم غد. أوكي يا غزالة، والغزالة رايقة، اشتقت لك كتير وبحبك كتير كتير كتير. يلا مواليد برج الأسد، خلونا نشوف شو في عندكم تطورات جديدة. يلا يا زنوبة، يلا وقعنا التلي. يلا يا زينب حبيبة قلبي، خليكي معي خليكي معي، روقي وأنا بحبك كتير يا قلبي أنت. فاديا حب كبير يا فادو، كبسوا يا جماعة، كنا ألف على اللايف. يلا يلا مواليد برج الأسد، بدنا كمان نقول الحوت بعد لألطاف فيه، كبسوا يا جماعة. لا لا لا، رح أقول اليوم السهرة طويلة، اليوم السهرة طويلة، رح أقول كل الأبراج، ما رح نقصر مع حدا، بس بدي أشوف تكبيسات على اللايف كتير وتشيرات، ماني شايفة عم بتكبسوا وتشيروا. حبيبة قلبي يا فادية، هيدا الأسد، يلا قولوا يا رب مواليد برج الأسد كبسوا، بدي أشوف تكبيسات، يلا تكبيسات على اللايف يا رب يا رب. مواليد برج يا جماعة بينزل اللايف، ما في تكبيس على اللايف، ما في تكبيسات على اللايف، ما في تكبيسات. الأسد شو صاير معكم مواليد برج الأسد؟
الأسد كأنه كان في خلاف بينك وبين أحد محيطك، طالع من معركة، طالع من خلاف، خلاف بعملك، خلاف ببيتك، مع أصدقائك، في خلاف وبعدك عم تطلع وراك، بس أنت اللي طلعت، أنت اللي مثل ما بنقول انتصرت عليهم، يعني صار في شجار، خيبة أمل من الناس، كأنه مولود برج الأسد استفز بمطرح معين، هذا اللي بدي أقوله صحيح؟ استفز بمطرح معين، بس هلأ كأنه مولود برج الأسد في شيء مكبله، في أمر معين مضيق عليه، يعني يا صحيا منه مرتاح أو شخص بحياته مقيد له حياته، مقيد له حياته مولود برج الأسد، في شيء مضايقه، يمكن عايش ببيته بس حاس حاله مخنوق، عايش بي 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 عم بيشتغل بي بي بمكان عمله ومحاصر، مقيد، مراقب، الأمور منا كتير حاس حاله مرتاح مولود برج الأسد، في شيء خانقه، في شيء مقيده، وفي يمكن شخص قريب منه متعبه، تعبان. أنا بقولكم هيدي ورقة تعب، ورقة خنقة، ورقة بدهم يتحرروا، والخلافات عم بتطالن كتير، والعيون كتير عليهم، في خلافات كتير عم بتطالن مواليد برج مواليد برج الأسد، في خلافات كتير، في صراعات، كأنه ما حدا عم بيفهم عليه، كأنه ما حدا عم بيفهم عليه، يعني عم بجرب مولود برج الأسد يبدي رأيه ويحط وجهة نظره، الكل عم بيعارضه، حتى الزوج عم بيعارضه، الزوجة عم بتعارضه، ما في سلاسة وليونة، ولكن كأنه في عنده شيء جديد بحياته، عمل جديد بده يقدم له، ميل، هدية، أو البعض يمكن رح يكون في عنده حب جديد أو مصالحة لمواليد برج الأسد، لازم يطلع لنا شي ورقة حلوة. بس مولود برج الأسد في شي شغله باله، يلي هو في شي شغله باله من الماضي، يعني بعده محاصر بشي ماضي، كأنه عنده عتب بقلبه مولود برج الأسد، وعبضل يطلع وراه، يعني وكأنه ليكو إذا بتشوفوا هيدي الورقة كيف هيك عم يبكي، بعده بيطلع شو صار فيه، مين غدر فيه، مين ما كان واقف حده، يعني بدي إياكم تنسوا الماضي مولود برج الأسد، ما بقى تطلعوا وراكم، اطلعوا لقدام، اطلعوا لقدام مواليد برج الأسد. رح نشوف آخر ورقة. هالفترة كتير عم بتكون كريم، كتير عم بتساعد ناس، عم توقف حد ناس، عم تسمع له، عم بتكون متوازن انت، بس قد ما عم تعطي ناس وقد ما عم تخدم ناس وقد ما عم بتكون واقف قدام ناس، اسمع ببين مع حدا، يعني قد ايه عم بتكون كريم بأخلاقك، بحبك، كريم بالحب، كريم بالمال، بس ما عم بيطبر مع حدا، عم بتقدم كل شيء، انت ما في اكرم منك، عم بتقدم وبتعطي. هيدا الشيء هذا الشيء اللي مولود برج الأسد عم بيزعجه بهذه الفترة، أوكي؟ فهذا هو مولود برج الأسد، ولكن رح نحكي مولود برج الأسد ليوم غد كيف بده يكون نهاركم. غزالة بعدك موجودة، مواليد برج الأسد غدا القمر عندك، بيدخل لعندكم القمر الساعة 10:30 الصبح بتوقيت بيروت، أوكي؟ بتوقيت بيروت بيدخل القمر لعندكم، دخول القمر لعندكم بدها تنقلب الأمور كلها رأسا على عقب لصالحك 100%، يعني غدا التطورات بدها تكون حلوة من ناحية على جميع النواحي. الأسد أنت بكرة قلبك قلب أسد، إيه؟ قلبك قلب أسد، وقوتك ما حدا في ليك، هذا اللي بدي اقول لك، وبس يكون القمر عندك بتكون ملك، يعني انت بكره ملك،
ولك ايه بدك تشوف حالك وايه بحق لك تطلع الايجو معك، لانك لك يومين ونص منك مرتاح، تعبين، مشاجرات، مشاحنات، خيبات امل. ولكن بكره اي شيء، اي بدايه جديده، اي مشروع جديد، اي اتفاقيه جديده، اي كونترا، اي مصالحه، قوي قلبك وهجوم، لانه بكره انت تعد من الابراج المحظوظه. بطلب منك تغير بكره بشكلك، بشعرك، بلبسك، اشتري اشياء حلوه جديده، تتحرك باي اطار غدا مولود برج الاسد، لانه في نقله نوعيه الى القمه. بكره نهار السبت في تطورات، في شيء بده يصير عندك، يمكن قصه جديده، حل مساله معينه، الاخبار كلها بتطالك، بتكون من نصيبك، وفي شيء بقلب بيتك بكره بده يفرح لك قلبك مولود برج الاسد. بقلب بيتك في فرحه، بقلب البيت في مناسبه، يمكن في مفاجاه بقلب البيت، وكل الامور بتكون لصالحك 100%. وقولوا ان شاء الله، وما شاء الله عليكم مواليد برج الاسد، ما بنخاف عليكم. اوكي، هيدا برج الاسد. بدنا نشوف اذا الطاف موجوده. الطافي موجوده بعديك. بدنا نحكي برج العذراء. غزاله حبيبه قلبي، بس طمنيني امورك منيحه؟ اخذت شي ترقيه؟ موجودة؟ أوكي يا ألف، الحمد لله. إن شاء الله. يلا مواليد برج الحوت، إيه أكيد بعمل قراءات خاصة، فيك تتابعيني على السناب شات. أوكي، هيدا السناب شات تبعي، اسمي رولا بروني. الجوزاء الجوزاء الجوزاء، قلتوا يا جماعة اللي بده جوزاء بدكم تدعموا. اوكي، بس هيك حركونا شوي بالتكبيس، اللايف بالتكبيس يا جماعة، حركوا اللايف بالتكبيس بليز. يلا بدنا نحكي برج الحوت، وبحب برج الحوت، ومن بعدها لا ما قلت العقرب، بعد من بعدها بدنا نقول العذراء. يلا يلا مواليد برج الحوت، تكبيسات، تشيرات، كبوا تيك توكيت على اللايف ليطلع اللايف، نزل اللايف، كنا ألف يا جماعة، لأن تكبيسات قليلة ولا ما بتطلع، أنا ما بشوف قديش هلا كنت عم بتطلع، كنا ألف على اللايف، كنا ألف على اللايف، نزل اللايف، كبسوا يا جماعة، كبسوا مواليد برج الحوت، كبسوا، تكبيس 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 تكبيس، شدوا شدوا، كبوا تيك توكيت تيك توكيت، إيدي بإيد إيدي بإيد إيدي بإيد إيدي بإيد إيدي بإيد. يلا يا جماعة يلا، والغزالة رايقة. لنشوف برج الحوت شو في عنده تطورات بهيدي الفترة. يلا قولوا يا رب مواليد برج الحوت. الله على الحوتية، الله يا الله شو حلوة هالورقة، ليكو 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 شو حلوة هالورقة، ليكو هيدي الشمس، هيدي الكرم، هيدي الطاقة الحلوة، هيدي تحقيق الأمنيات، هيدي الشجن والشغف والمصالحات والحب والتغييرات الجذرية. شو بدي قلكم؟ عشو دمرتوا؟ عشو عم تفكروا؟ ولك خبروني بشو؟ ولك خبروني بشو عم تفكروا؟ الله أكبر، مولود برج عندك سفر، في سفر لمولود برج في لوين رايحين؟ عندكم سفر، في انطلاقة، في عمل يمكن بالخارج، في لقاء غدا، مش غدا، بالأيام اللي جاية، في عندك سفر مولود برج هذه الورقة كتير بحبها، عندك سفر
ومن ناحية تانية في عندك تطورات إيجابية بحياتك كلها. هيدي الفترة أنت قوي، هذا اللي بدي أقول. قوي كيف يعني؟ يعني عم تبهر الجميع بكل تحركاتك. أي تحركات؟ بعملك عم بتبدع، ببيتك عم بتبدع، بعلاقاتك كيف عم بتكون واعد وعم بتكون يعني تقنع الكل بأي شيء، لأنك تمتلك هذه الفترة كل المعطيات. أي شيء بدك إياه كله بإيدك، كله بجيبتك. هذا اللي بتقول الذكاء، المال، القوة، الثبات، الكاريزما، كلهم معك. مواليد برج الحوت، مواليد برج الحوت، الحمد لله. ايه قولوا الحمد لله. في عندك شغلة معينة خنقتك، ليكو هنا. انت مع مجموعة، انت مع مجموعة مولود برج الحوت، ولكن هيدي المجموعة اللي انت فيها بدي اقول لك شغلة، كأنه في شخص زعجك، يعني يمكن بعملك، يمكن مع أصدقائك، يمكن مشغول بالك، في هيدي العقدة ما عم تعرف تحلها. لغز أو عقدة، أو مثل ما منقول زعل. هذا اللي بدي أقول، في شي بينك وبين هالمجموعة، في شخص بيناتهم زعجك، منك برتاح له، خانقك مولود برج هابي سول، يسعد لي قلبك. بس مواليد برج الحوت انا اللي شايفته كانه في عندك مثلث، يعني انت وثلاث اشخاص بدك تحققوا شيء مميز بحياتك، في تحقيق شيء. يسعد قلبك يا هابي سول، ما بدنا ننام هلا، بدنا نضلنا واعيين. في عندك شيء مثلث بينك وبين ثلاث أشخاص عم تشتغلوا على أمر معين، على مشروع معين، على لقاء، على توقيع، شو وكأنه محصنين بقوة كتير حلوة، بقوة مسنودين. هذا اللي بدي أقوله، مسنودين. يعني الأمر اللي بدك تشتغل عليه بده يكون كتير قوي. عندك فرحة، في فرحة، فرحة نجاح، فرحة خطوبة، فرحة يمكن زواج، عندك مناسبة، ما في شيء في شيء بده يصير معك مولود برج. يعني تطورات كلها بدها تكون إيجابية مواليد برج الحوت، ورقاتكم كتير حلوة. ففي مناسبة سعيدة، في عودة يمكن، مصالحة يمكن، أوكي؟ في فرحة، عندك شيء مولود برج الحوت، وبحب برج الحوت، والله يفرح لكم قلبكم يا رب، ويعطيكم على قد نيتكم. هذا مولود برج الحوت، ورح نحكي مولود برج الحوت ليوم غد، كيف بده يكون مولود برج الحوت. الحوتية غداً كأنه عندك شغل كتير، أو تغيير بحياتك، يعني شغل جديد، التزامات جديدة، مسؤوليات كتيرة، ولكن أنت أدى أو ما بينخاف عليك مولود برج الحوت. عندك علاقة عاطفية جديدة، يمكن دقات قلبك بتتسارع، يا الله على مولود برج الحوت. هلا أنا مني خايف عليكم، الشمس عم تدعمكم، المشتري عم يدعمكم، العطارد عم يدعمكم، المريخ وقف حدكم، يعني في كواكب رائعة، بلوتو معك، وانت عندك كوكبين، يعني شو بدي اقول لك. يعني ف بدي اقول لمواليد برج الحوت، تأثيرات القمر بكره صحيح بتشغلك وبتحملك مسؤوليات، ولكن انت قد بتقدر تنجز اعمالك بقوه، وما بينخاف عليك ابدا مولود برج الحوت. فكرمل هيك يعني عندك أشغال، يمكن عندك دعوات، يمكن عندك مناسبة، يمكن بدك تطلع، يمكن عندك عشاء، ولكن الأمور بتضل مريحة، لا خوف عليك مواليد برج الحوت. هذا برج الحوت. وننتقل إلى برج هابي سول.
هابي سول، وينك يا هابي سول؟ هابي سول، هابي سول الأسد، الأسد يا هابي سول، ما هيك الأسد قلته. رح أفتح التارو لإلك أنت لأنه ما بينعاد. إيه بدي أفتح التارو عليك أنت، بس قولي لي إذا بدك تسأليني شيء محدد لأنه التارو لا يعاد. أوكي أوكي يلا يا هابي سول. شو عندك شي سؤال محدد؟ يلا هابي، ان شاء الله بتضلك هابي على طول. كيف انجوي؟ كيف امورها؟ منيحه؟ ما فيي اقلك بشكل عام يا قلبي حبيبتي انت، ما فيي اقلك بشكل عام، بشكل عام بتصير بدنا رح افتح لك ثلاث ورقات. اوكي رح شوف شو في عندك. يلا خلي طاقتك معي. يلا كبسوا كبسوا يا جماعة اللايف وطي، ما حدا عم بيكبس، ما حدا عم بيكبس. فيك تذكريني بس باسميك؟ والله نسيت، عم جرب اتذكر. هابي يسعد قلبي تلقزتني. ذكريني باسمك بس يا عمري. ابتسام. اوكي اوكي يلا خلي الطاقة معي، خلي طاقتك معي. قولي يا رب، قولي يا رب. محتارة، عندك حيرة، كأنك يا هابي سول ضايعة، مشتتة أفكارك، ما عم تعرف تاخدي قرار، قرار أفكارك مشوشة، في يمكن شيء بحياتك مزعجك مضايقك، بعدك لهلا ما عارفة على أي بر بدك ترسي. هذا اللي بدي أقول لك، في شيء منه مريح عندك، بس الطعنات عم بتلاحقك من أقرب الناس لإلك. أنت من الأشخاص يلي طعنت كتير، هذا اللي بدي أقول لك، وجروحاتك ما عم يعني ما عم تشفى، ما عم تشفى جروحاتك، هذا اللي صح، ما عم تشفى جروحاتك، هذا اللي بدي أقول لك. تنكوز هيك طعنات طعنات طعنات، وكأنه ما فيك تتحمل بقى الطعنات والغدر والخيانات، لأنه في خيانات وغدر وكلام قاسي بحقك. وقت بتجي الطعنة، من شو الطعنة بتجي؟ من الكلام، من التعامل، عم بيسيئوا لإلك بالتعامل معك. انت هلا على مفرق طرق، عم تفكري بمستقبلك لقدام، ما فرقاني معك بقى، حسيتي حالك انك انت خلص تعبتي، عندك طريق رسمتيه، عم بتفكري بطريق طويل لمستقبل، كتير عم بتفكري تبعدي عن كل الاشخاص اللي طعنوكي، كل الاشخاص اللي دمروكي، كل الاشخاص اللي وقفوا بطريقك ليكي. الطريق اللي انت عم بتفكري فيها والقرار اللي بدك تاخديه، هيدا اللي لازم تعتمديه، لانه رح يكون مسهل وميسر، واموري كلها بده يتضوى عليها، وكانه بتنقلب الامور كلها لصالحك.
أنا بنصحك كل الأشخاص اللي وقفوا بدربك يلي طعنوك ابتعدي عنهم، لأنهم أشخاص سيئين. ليكي شو حلوة هالورقة، طريق مفتوح مفتوح، أنت عم تطلعي لقدام، ما بقى بدك تطلعي وتقولي أنا بدي لا، رح يكون عندك استقرار، رح يكون عندك نوايا، نواياك بدها تتحقق، رغباتك بدها تتحقق، السعادة بدك تلاقيها، والهنا بدك تلاقيه، لأنه بكفيكي. أنا اللي شايفته أني كتير تعرضتي بحياتك، الله في عندك حب جديد، ما معقولش حلوة هالورقة، عندك حب جديد بالفترة القادمة، علاقة جديدة، ليكي شو حلوة، إيدك بإيد شخص، إيدك بإيد شخص، هيدا الشخص بتقول قدي إلي الامتين، ليش هالقد تأخر علي؟ هيدا الشخص قدي تأخر علي، لأنه هيدا الشخص يمكن يغير لك حياتك، يعودك عن كل المآسي اللي مرقت فيها. حب جديد، خطوة جديدة بالحب، أو يمكن إذا أنت بتشتغلي يمكن يكون عندك ارتباط عمل جديد، أوكي؟ أو ارتباط عمل جديد. بعد ثلاث إشارات في شيء بده يتسارع عندك، ثلاث إشارات، ثلاث خطوات عمل، ثلاث خطوات، بدك تسمعي أخبار مطمئنة، خبر ورا خبر، في أخبار حلوة، عندك مكسب مالي، رح بيكون عندك مكسب مالي، أوكي؟ وهيدي الفترة ما عم تعتمدي على حدا، أنت ماسكة كل شي على عاتقك، كل شي، ما بدك مساعدة من حدا، ولا بدك حدا يسندك، ولا بدك حدا يعطيك شي، بتقولوا أنا ما بدي، أنا بتقولي أنا ما بدي، أنا بدي كل شي أعمله لحالي. عم تشتغلي لحالك وبدك توصلي، عم تبني شيء لحالك، يمكن عم بتأسس بيت لحالك، يمكن عم بتأسس شغل لحالك، يمكن بدك تصححي أمورك لحالك، يعني كل الأمور بدك تغيري، يمكن هيكلية بيتك، هيكلية نظام حياتك كلها بدك تغيريها، لأنه بتقولي بدي الاستقرار، ما بدي شيء بقى. هيدي هي، أوكي يا قلبي؟ صح؟ إيه. إيه طاقتك حلوة معي، قوية. هيدا هو مولود برج الأسد لهابي سول، حبيبة قلبي، حلوين ورقاتك، حلوين. يلا رح ننتقل لبرج العذراء، لأنه في طلب كتير على برج العذراء. زنوبة بعدك عندي، ما تغزيني يا قلبي، تأخرنا عليك. عذرائية موجودين، بدي شوف تكبيسات على اللايف للعذراء، بدي شوف تكبيسات على اللايف للعذراء. كبسوا كبسوا يا عذرائية، كبسوا يا عذراء، خلونا نشد تكبيسات للعذراء، خلونا نصير 200,000 لايك، بتكي بتكي منجيب 200,000 لايك. قلبا لرولا سوسو، بتكي منجيب 200,000 لايك، 200,000 لايك بتكي منجيبها، تكبيسات نبلش بالعذراء ومنرجع منكفي. وبدنا نقول بعد الثور، وبدنا نحكي السرطان، وبدنا نحكي العقرب، وبدنا نقول الدلو والميزان. ايه قلتلكن الليلة بدي اقول كل الابراج، ما رح نقصر مع حدا، بس شدوا تكبيساتكن يا جماعة وشيروا اللايف، اعملوا نسخ للرابط لو سمحتوا. عزراء 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 عزراء، يلا عزراء يلا. الميزان والعذراء بيتوافقوا مع بعضهم، وعلاقة بتكون غريبة، والكل بيقول كيف ماشيين مع بعض، علاقة بتكون كتير حلوة. ولكن بطلب من مولود برج العذراء بالنسبة للميزان ما يخنقوا ويخفف غيرة، لأنه هو من الأبراج يلي كتير بحب السهرات والظهرات واجتماعي بشكل كتير كبير، ما يخنقوا. هو كتير بيهتم الميزان بالعذراء، بس إذا خنقوا كتير بيطفش الميزان، أوكي؟ يلا مواليد برج العذراء، عذرائية وين صرنا بالتكبيسات؟ بس 170,000، ما حدا عم بيكبس،
ما عم بتكبسوا يا جماعة، كبسوا هون وصلنا للمية بعد، كبسوا شدوا شدوا عزراء، يلا شدوا يلا عزرائية. مواليد برج العذراء شو في عندكم تطورات جديدة؟ قولوا يا رب مواليد برج العذراء، يلا يا رب. هول السيوف، هيدي الخنقة، بعض مواليد برج العذراء كأنه في ناس واقفة بدربة، في ناس واقفة بطريقة، وكأنه مولود برج العذراء غدر أو طعن من أقرب الناس لإله، وكان عنده صدمات. مولود برج العذراء صدمات، صدمات عاطفية، صدمات من الصداقة، صدمات من أهله، من أهله حتى، صح. فمواليد برج العذراء تعب كتير، اوكي، والصدمات اللي صارت له او اللي طالته اثرت عليه، اثرت عليه على صحته، اثرت عليه على نفسيته، وعم بحس حاله مولود برج العذراء مثل كأنه مصيدة، مصيدة للكل، هذا اللي بدي اقوله، مصيدة للكل مولود برج العذراء. اللي بدي اقوله في عنده بهيدي الفترة مولود برج العذراء كأنه على حب جديد أو شخص بده يوقف حده يساعده، يعني يا حب أو شخص بده يوقف حده يساعده أو اتفاقية عمل، يلي هو وحيد ما عنده حدا بلاقي مين يوقف حده، واللي هو قلبه خالي رح يلاقي حبيب جديد. والبعض يمكن عم بيخطط مولود برج العذراء للاستقرار، للوفاء، للطمأنينة، بده حب، بده اهتمام. مولود برج العذراء بده مين يمسك بإيده، ايه بده مين يمسك بإيده، بده مين يقول له نحن حدك. إذا خليت الدنيا لمولود برج العذراء بتلاقوا في ناس واقفة حدكم، خلوا إيمانكم برب العالمين كتير كبير. أنت جميلة، عم تشبهي فناناتا فن فنان فنانتنا يسرى محنوش. ما تبارك، تبارك عليك حبيبتي، شكرا. مواليد برج العذراء في عندهم نصرة وقوة وتحقيق هدف معين وانطلاقة، حتى صحيا بحسوا حالهم مرتاحين، حتى صحيا في راحة، في تجاوب. مواليد برج العذراء، يعني عم بتقولي الصحة يا زينب وطلعت لك هيدي الورقة، كأنه مولود برج العذراء بده يحقق نجاح عملي. هلأ بهيدي الفترة كتير عم بفكر بالمال، كيف بده يفكر، كيف عم بيجني، كيف بده يجني مال، عم بفكر بترقية، عم بفكر ببزنس، عم بفكر كيف يستثمر، كيف يجني هيدا المال. هلأ مولود برج العذراء أي شيء بتشتغلوا فيه رح تجنوا المال. إذا كنت موظف بدها تعلى مراتبك. الله الله عليك يا مولود برج العذراء. أنا اللي شايفته كأنه شو زرعت مولود برج العذراء؟ شو حصدت بحياتك؟ شو زرع بدك تحصد؟ هذا اللي بدي اقوله. هيدي شجرة العائلة، هيدي شجرة المال، هيدي شجرة الحياة، ايه؟ هيدي شجرة، شجرة العز، شجرة التكاتف، اوكي؟
جذورة مغروزه بالاعماق بالاعماق. يعني هيدي الشجره قد ما تتزعزع ما بتتزعزع، اوكي؟ ان كان ماليا، ان كان بال بي 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 مع عائلتك، ان كان بحياتك العمليه. بدها تدرلك جديد هلا بهيدي الفتره. مال بده يكون عندك كتير مال، يلي بيشتغل على حاله ماليا بده يكون عندك مال كتير، ويلي بده يشتغل لوفاق بينه وبين عائلته رح يكون في وفاق بينه وبين عائلته، ويلي ناطر إرث من عائلته يعني حق مالي بده يرجع لك، ويلي ناطر ترقيات وناطر مناصب، ناطر تحقيق أهداف، ناطر مشاريع، ناطر عقود، كل الأمور بدها تكون لصالحك. هيدي شجرة العز بدكن تعتزوا. مواليد برج العذراء في عز، في عز، يسعد قلبكم. كمان مولود برج العذراء كأنه بده يشكر ربه على شيء معين بحياته، بده يتحقق عنده شيء، يمكن صحيا بده يرتاح، يمكن نفسيا بده يرتاح. وهيدي الورقة ورقة الملوكية، يعني الكوين اوف كابس، اوكي، ملكة الحب. كأنه بتكون تلاقوا مواليد برج العذراء الحب من الكل، الدعم من الكل، بتكون تلاقوا التوافق معكم من حيث لا تدرون. هيدي الفترة فترة إيجابية بامتياز عليكم. فأنت عم بتكون شاطر وعم تعرف كيف تستقطب الأنظار بذكائك وبعطائك وبالمعنويات المرتفعة اللي عندك، أوكي؟ فكرمال هيك مني خايفة عليكم مواليد برج العذراء، أموركم بتجنن. هيدا العذراء. أما بالنسبة لمواليد برج العذراء، غدا أكو زواج بين العذراء ورجل الحوت، بناسة، بدكم تدعموا يا جماعة. هذا العذراء الأمور حلوة للعذراء، بتجننوا، أوكي؟ رح منشوف أي برج بدنا نحكي بعد. يلي عنده أسئلة العذراء تفضلوا حطوا أسئلتكم. دي صرنا على اللايف ساعة ونص. يلا رح منشوف أي برج بدنا نقول. بدنا نقول برج السرطان. شغل للعذراء أكيد فيه، أكيد فيه شغل للعذراء هلا. فترة فترة ممتازة للعذراء يا جماعة. بدي اشوف تكبيسات على اللايف اكتر، تشيرات اكتر على اللايف. بليز بليز تكبيسات تشيرات اكتر على اللايف. مين في عنا سرطان؟ سرطان مواليد برج السرطان، بدنا نشوف نكب شوي شوية تيك توكات على اللايف ليطلع، نكب شوية تيك توكات على اللايف ليطلع على اللايف يا جماعة الخير. حدا يكبوا من هيدي، حتى هدية صغيرة هون بهذا بهيدا هيدا هون، حتى بارفان، كبوا بارفان ليطلع اللايف. حاطيلكم بارفان صغيرة هون، حطينا هدية هالقد. سفر للعذراء. نعم يلا يا جماعة، كبسوا كبسوا سرطانية، كبسوا مواليد برج العذراء، برج السرطان. شيروا اللايف، شيروا اللايف، تشير، اضغطوا على السهم واعملوا نسخ للرابط. نسخ للرابط يلا يا جماعة، اضغطوا على السهم واعملوا نسخ للرابط. يلا سرطان. مواليد برج السرطان،
يلا يا حبيبي يلا. يلا العذراء. سرطان، عفوا، برج السرطان. كأنه في شخص بده يبشرك ببشارة حلوة. عمره برج السرطان بده يبشرك بخبر بخص عملك، وكأنه في شيء لمولود برج السرطان. حتى صحيا في تحسن، صحيا بده يتحسن. خبر حلو، في فرحة، في تطورات جديدة بحياته. الله أكبر على هالورقة. كأنه مولود برج السرطان عم يبني شيء، يعني مولود برج السرطان كأنه في عنده شراء شيء ثمين، يمكن شراء بيت، تجهيز بيت، عمل جديد، شراكة جديدة بالعمل، فرحة، في صرف مصاري. أنا بقول مولود برج السرطان عم يصرف مصاري، في صرف مصاري، عم يصرف مصاري لشيء معين بحياته، لبيته، لعمله، لعائلته. في صرف أموال لمواليد حبيبة قلبي ندوش. ما تقولي أنثى سرطان، سرطان كله، هذا يشمل الأنثى والذكر، مش تقولي لي أنثى سرطان، يعني بس نحن بنحكي بصيغة المذكر، أوكي؟ بيقولوا لي نحكي باثنين، أوكي؟ مش رجل وأنثى. ماني شايفة تكبيس على اللايف، والله ماني شايفة تكبيس على اللايف. علي شكرا يا علي. فالسرطان كأنه في عنده مشاركات عدة، يمكن بده يشارك بعمل جديد، يمكن بده يشارك بشراكة جديدة، يمكن بده يشارك، بده يكون ينتمي لعضوية معينة، يعني يفوت بجمعية. ما في كتير هيدي الفترة منطلق، يعني عم بينطلق بقوة مولود برج السرطان، في انطلاقة، في زخم، هيدا اللي بتقوله، في زخم، في قوة، في شراسة، في عدم مثل ما بنقول التراجع بشيء، بس يحط براسه بده يعمل شيء بده يهجم، اهجمه، ما انتو سلاطين، ما انت سلطان، ما انا بقول لك انت يا سلطان السلاطين. فكرمال هيك مواليد برج السرطان في حتى مناسبة سعيدة بدك تندعي عليها، أسهمك مرتفعة هذه الفترة، هذا اللي بقول لك إياه. عندك في طلبات عليك كتير، والمحبين كتار، وبنفس الوقت مثل كأنه عم بتحط إيدك بإيد ناس موثوق فيها. إيه مواليد برج السرطان، في فرحة، كأنه في فرحة عندكم، كأنه عم بتجهزوا لمناسبة سعيدة، لخطوبة إذا مشتاق لكم، لأحد أفراد العائلة، لخطوة جديدة بحياتك بالبيت، في شيء بقلب البيت بده يصير. مواليد برج السرطان، السرطان كأنه في أحبة عم ترجع تعود لإله، مرغوبين هيدي الفترة، في حدا عم يرجع لعندكم، في كان عندكم أحبة من زمان وقطعتون، أو هن قطعوكم وعم بيرجعوا يدقوا بوابكم، أو يسألوا عنكم، أو يشوفوكم على السوشيال ميديا، أو يراقبوكم. مواليد برج السرطان، يعني في مولود برج السرطان كأنه في ناس عم بتفكر فيه هلأ، عم بيتندبوا على الأيامات كيف خسروها منه. هذا اللي بدي أقول، صحيح كلامك، إيه كأنه في مولود برج السرطان ناس عم بتقول وينه هيدا الانسان كان منيح، او هالانسانة كانت منيحة، يا الله، عم بيستذكروا الايامات الحلوة كانوا معكم. وعم بمولود برج السرطان عم يندق بابه بيرجع ناس، اشخاص، حتى ناس بيكونوا بعملهم، يمكن يرجعوا يعيدوا النظر بالعمل، تركين العمل. كلامي كله تمام، ايه.
اسمعوني مواليد برج السرطان، عندك بعد إشارة واحدة، إشارة واحدة مواليد برج السرطان، ما تسمع خبر في شي بعد إشارة، إشارة واحدة في خبر، في مفاجأة، أمنية بتتحقق، خطوة جديدة بحياتك. الله أكبر شو حلو هالورقة. سرطانية حلوين والله، حلوين، حبيتوا؟ والله أنا حبيت، أنتوا حبيتوا خبروني إذا حبيتوا أو لا. سرطان أمورك رائعة، حلوين ورقاتكم، مندفعين إلى الأمام، متألقين، ركان، شكرا يا ركان، أهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا بالسرطانية، أهلا وسهلا بالسلطان، بالسلطانة. هيدا السرطان منيح؟ أوكي؟ شو؟ ماني شايف في تكبيسات على اللايف. كلامك صح، أوكي. بدنا نشوف تكبيسات. بدنا نشوف التكبيسات. بكرة السرطان عندكم كتير مصاري بدكم تدفعوها. كأنه عندكم شيء، بدكم تجيبوا شيء لإلكم، تجيبوا شيء لبيتكم، حوارات تبنى مع مع شركائكم بالحياة عن المال، عندكم مناسبة بقلب البيت، يمكن في أخبار مطمئنة، ولكن عندك مصاريف كتير وعندك عزايم، يا أنت معزوم أو عازم، إذا معزوم عزمنا وإذا عازم نروح معك كمان. رح منقول برج أي برج بدنا نحكي هلا؟ يلا خلونا نشوف. يلا يلي بدعم من الهدف منقله برج، ودعمه من الهدف يا جماعة. يلا نشوف اي ورقه بدها تطلع. برج الميزان، مين عندي برج الميزان؟ وينكم مواليد برج الميزان؟ يلا ميزانيه، يلا يلا ميزانيه، يلا. والغزاله رقيقه للناس الدنيا فايقه. شو ميزانيه؟ يلا رح نقول برج الميزان، بس العذراء والجوزاء في زواج. هلا الجوزاء عنده زواج، اوكي. بالنسبه للاسد يا جماعه، ما تحطوا لي عذراء او اسد بيرجعوا او شيء من هالنوع. مثلا الاسد عنده رجوع للاحبه ابتداء من شهر 12، اوكي. هذا اللي بقولكم اياه. الجدي لا، ما قلته بعد الجدي، ما نقول برج الميزان. يلا مواليد برج الميزان، كبسه وشيرو، كبسه وشيرو يا جماعة، دعموا، ايه دعموا من هالهدف اللي عم بدعم منه علي. ايه كتروا كتروا الدعم، حاطين هدية صغيرة، لا بدكم تدعموا ولا بدكم تكبسوا، دعموا يا احبة، والله الدعم محبة. يلا مواليد برج الناردين. يا ناردين كيفي؟ لك انا اشتقت لك. يلا خلينا نقول برج الميزان وبنرجع بنقول ناردين. يلا يا جماعه، برج الميزان شو عنده تطورات جديده؟ ناردين برج الحمل، ما هيك يا ناردين؟ بعتقد هيك. شو يا نادو،
حفظت 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 يا نارتين. يلا انا الحمل قلته، بس راح افتح لك الورق لإلك انت لانه ما بينعاد التارو. اوكي، وبنقول لك برجك لبكره كيف بيكون، واذا عندك سؤال محدد ساليني اياه بفتح لك التارو عليه. بس تخلص برج الميزان، خلينا نشوف برج الميزان شو في عنده. الميزانيه، يا الله شو هالورقه الحلوه للميزان. انا بدي اقول مواليد برج الميزان، انتو من الابراج يلي هلا والله ملوك على العرش، يسعد قلبكم ما احليكم. كانه في عندك استقرار بالبيت، استقرار بالحب، حب جديد، زواج يمكن لمولود برج الميزان، في شيء تطورات جديده بدها تكون، وكانه بتقول اخذت حقي خلاص. ولكن كل الخلافات والتطورات اللي صارت معك بدها تصير وراك 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 وراك، خلافات، فراق، امور منا منيحه كلها الى الورا. هلا هيدي الفتره بدك تكون من الابراج الذكيه والشجاعه والثابته بالقرارات، وبتقدر مولود برج الميزان تقتحم اي باب اي باب، لانه كل المفاتيح معك وعم تبهر الكل باي اطار، ان كان بعملك، ان كان ببيتك، ان كان بعلاقاتك العاطفيه، ان كان مع عائلتك، ان كان بالقرارات اللي عم تاخذها، الكل عم يبصم لك بالعشره، لانك عم تسحر الكل بتطورات اللي عم تعملها، بالانجازات اللي عم تقدمها. ما معقول شو حلوه هالورقه، تمتلك القوه، القوه، عندك قوه، عندك قوه. اشاره وحده، اشاره وحده، بدك تبشر بخبر فجائي غير متوقع، وكانه بتكون كنت ناسي هيدا الامر، انت بتقول ما رح يصير بقى، بدك تسمع فيه ترجع، وبدك تقول اخذت حقي واخيرا وصلت للي بدي اياه.